السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين، عدت لكم مره اخرى بسلسله المهام السريه المحذوفه من لعبه جد اي 5 التي استطعتوا بطبيعتها استخراجها. في هذا الشيء الابناء، نحن وتريفر موجودون في المنزل، لم نقم باخذ سياره مايكل بل قمنا باخذ سياره اخرى كانت بالقرب من سياره مايكل. وما هذا؟ لا 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 لا, لا يمكن هذا يا ثقه، هذه السياره موجوده فقط في الاونلاين. مايكل ركب، لست متأكد الشيء الذي حدث صراحة. مايكل وتريفر ركبوا، والآن جاء مايكل وتريفر آخر كبيرون شيئا ما في لا 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 هاته المهمة غريبة. حدث شيء خطير جدا، هاته السيارة، كلنا يعرفه يا أصدقاء، هاته السيارة فإذا مأخوذة من أحد الأفلام إذا لازلت أتذكر، وتلك السيارة يتم استعمالها في ذلك الفيلم لكي تسافر عبر الزمن. والشيء الذي حدث في هاته الأبناء هو مايكل كبير في السن، تريفر كبير في السن، لقد جاءوا يا أصدقاء وسافروا عبر الزمن، ونحن كما تشاهدون نقوم بركوب في هذه السيارة التي ليست هي سيارة مايكل بل هي السيارة المدرعة التي استعملناها في أحد المهام السابقة التي قمت يا أصدقائي بإظهارها لكم. ننتظر لعبة جي تي 6 لكي تخرج، وبعد الدعم فإننا سيصبح أفضل بكثير. مع الأسف لعبة جي تي 5 كذلك القليل من الأشخاص الذين أصبحوا يشاهدون الآن جي تي 5، أغلب الشباب لم يعودوا مهتمين كثيرا لألعاب الفيديو، الوقت أصبح ضيق بطبيعة الحال، تسارع الزمن بطبيعة الحال، فإنه موجود. في هذه الحلقة لقد جئنا من المستقبل باستعمال تلك السيارة، لأن تلك السيارة أضافتها شركة روكستار جيمز فور أونلاين، وهنا نستنتج السبب الأول الذي جعلهم أن يقوم بإضافة تلك السيارة، هو يا رفاق حضور الشخصيات في المستقبل في هذه المهمة السرية المحذوفة. لكن بسبب شارك كارت بطاقات القرش الشيء الذي حدث هو أن شركة روكستار جيمز حذفت تلك المهمة يا رفاقي، وحفظت تلك السيارة لكي تقوم بإضافتها في جي تي أونلاين. ونحن وصلنا لمكان هذا المنزل أتوقع أتذكره. المهم أصدقاؤنا من المستقبل فإنهم طلبوا مني يا أصدقاء الدخول لهذا المنزل وقتل شخص ما. الشخص الذي علينا قتله هي إز دريس إليجنتلي، يعني أنه يرتدي ملابس جيدة جدا. اعتقدت بأن هذه هي البناية التي قمنا باللحاق بذلك الشخص فيها، لكن لا، هذه بناية أخرى. I only have the gun too. نعم لدي فقط مسدس واحد. المهم طلبوا مني الدخول وقتله. نحاول فتح الباب، الباب مقفول. حسنا، اين هو ذلك الشخص؟ واو واو واو، لا 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 يمكن هذا، الجميع هذا هو مشكل. هروب هروب هروب، تعال ساعدني يا صديقي دريفر، ساعدني، لا يريدون الخروج. هو از إليجنت مان، لاني اكتشفت بان حسنا هيا دمرهم يا تريفر. ليتس جو، احسنت يا تريفر، ممتاز، سدد عليه يا تريفر. انا يا للروعه. حسنا تريد الموت ايها الكلب، هيا دمرته، اسقطته. هيا تريفر اقتل تلك، بالخلف منك يا تريفر، بالخلف منك، بالخلف منك، ضرباتها ضرب، لا تقلق، بوم اسقطي الارض ايش الموقف. ممكن ان الإليجنت مان هو ذلك الشخص في الخارج. والان لم اعد استطيع الدخول للمنزل بعدما قمنا بتدميرهم، وهنا نستنتج ان الإليجنت مان غير موجود مع الاسف في هذه الغرفه. رجال الشرطه فانهم جايين، من الضروري الهروب. باك تو ذا كار، ليتس جو تريفر، ليتس جو، على السريع. أحاط بنا رجال الشرطة على اليمين وعلى اليسار لأنني قمت بتنصيب أحد الموضات، هذا الموض فإن سيسمح لهم بالتعرف عليكم، تسجيل كذلك رقم السيارة، وبهذا إذا مررتم بالقرب من رجال الشرطة بهذه السيارة فإنكم تستحصلون على النجمات. هذا الموض يقوم بتصعيب شيئا ما لم أمر عليكم أثناء لعب جي تي إف 5. الآن سنحاول الهروب منهم، وكذلك من ناحية الاتصال ما بين رجال الشرطة وطريقة تعقبكم فإنها تكون أذكى. الآن أخبرنا مايك الذي جاء من المستقبل الشيء الذي سيحدث، قال لنا بأن جيمي كان يا رفاقي سيضيع وسيعيش معه اولئك الهيبيز في تلك الابارتمنت التي رايناها فيها الفساد والدعاره. لهذا السبب مايكل اراد الذهاب عندهم من المستقبل وتدميرهم قبل ان يدمروا ابنه ويخرجوا عن الطريق. ها نحن وصلنا الان للسجن، هذه المهمه سنفعلها وحدنا فقط اذا ركزتم جيدا تريفر فانها لم يدخل. واو يجب علينا تهكيرها، لا لا هذه المهمه مبرمجه بطريقه ذكيه جدا، تكوش الدور جيد. واو شيلو، دخلنا للحاسوب، يجب علينا الاتجاه لماي كمبيوتر وبعدها اكسترنال ديفايس. لا يمكن هذا، هذه الاشياء نفعلها فقط في جي تي اونلاين. سنفعل اولا البروت فورس. واو واو واو، لا يمكن، ممتاز، الحرف الاول. هيا بسرعه بسرعه، هناك توقيت، يجب علينا تهكير البيانات في اقل من دقيقه. جيد، ما هي الكلمه؟ بريمات، بريماتيس، ليتس جو، فعلنا، وجدنا الباسورد، فتحناهم، استطعنا تهكيرهم يا اصدقاء. انتظروا، كيلد بريزنر، يجب علينا قتل سجين. واو واو، لا لا، امر خطير. سمعت باب ما لقد فتح، ان شاء الله. رجع الشرطه هنا، هو السجين، هو السجين، لا استطيع الدخول، بس انا من الضروري التسديد عليه. واو 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 واو، ضربتني ضربتني، لا اصابتني،
لازلت لم أقتل بعد هذا المغفل. انتظر هيا انهض انهض. واو 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 لازالت تسدد علي تلك المغفل. آه واو 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 جيد تريفر جاء. واو 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 أصابتنا أنا وتريفر. دعم لقد جاء على الأقل. كيلاب جيد أصابتهم. ها هو ماتش ماتش باك تو ذا كارباج. واو 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 هنا نستنتج توقعت بأنني سأستطيع فتح يا أصدقائي تلك الزنزانة وسأدمره. وهنا نستنتج يا أصدقائي الأوفياء أين ذهب تريفر في المستقبل؟ مايكل في المستقبل أين أنتم؟ تعالوا لقد أخرجهم يا أصدقائي الأوفياء ولكنهم لم يريدوا الركوب معي بل أرادوا الذهاب لمخفر الشرطة. حدث سجليتش حدث سجليتش في المهمة. شاهدوا 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 الكريت دخلوا عندهم. لا 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 يمكن هذا. راقب راقب. واو 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 يريدون إنهاءهم بتلك الأسلحة الفتاكة الخاصة بهم. نعم لقد قمتم بتدميرهم أصلا. بعد ما سيطرنا على مخفر الشرطة هذا الشباب لم يكتفوا فقط بتدمير أولئك الأعداء بل قرروا تدمير الجميع. بعدما خرجوا للسيارة لا مجال يا أصدقاء للتحدث معهم. قرروا تدمير الجميع تركناهم لكي يدمروا الجميع لأن سنعود للسيارة لكي نتابع هذه المهمة. الآن من الضروري الاتجاه نحو الدام. الدام هي المنطقة التي انتحر فيها صديقنا دوم. نعم 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 لقد اتصلوا به اتصلوا به رجال الشرطة لكي يقوم بإحضار الدعم كما تشاهدون. المهم الشيء الذي سنفعله هو أننا سنذهب لأننا سيطرنا نهائيا على مخفر الشرطة بعدما قمنا بقتل ذلك السجين. أحد رجال الشرطة عاد للمخفر ورأى بأن جميع رجال الشرطة ماتوا فاتصل بالدعم. وصلت للدعم هناك شيء عجيب ينتظرنا شاحنة كبيرة. أتساءل ماذا سيخبرنا به الشباب الآن الذين جاءوا من المستقبل. هناك فان غرقت في هذه المنطقة وهناك باق علينا أخذها يا أصدقاء أسفل من الماء. ها هم العمال قاموا بإحضار الغواصات لنا استعملوا تلك الشاحنات. الآن علينا نحن الدخول في الغواصات. شاهدوا تريفر تريفر ومايكل من المستقبل مهمة خطيرة جدا جاءوا باستعمال تلك السيارة كما قلت لكم التي أضافتها شركة روكستار جيمز. سأغطس يا أصدقاء وسنحاول البحث عن تلك الفان. كأنني رأيت الفان. ها هي الفان الفان وهناك شيء يلمع. ركزتم سأنزل من الغواصة. نعم ها هي الفان لقد غرقت. وكيف عرف مايكل والشباب بأنها ستكون هناك فان في هذا الوقت بالضبط في المستقبل؟ ها هي الحقيبة الحقيبة لقد طارت. أستطيع أخذها؟ جيد لقد أخذتها. Back to the guys الآن من الضروري العودة عند الشباب. الغواصة ستكون قد صعدت بالفعل عرفتها. العجيب في الأمر هو أن هذه المهمة يا رفاقي فيها مرحلتان فيها الجزء الأول والجزء الثاني. هذا هو الجزء الأول الذي أقوم الآن بتسجيله لكم. الجزء الثاني علي الاشتغال عليه مرة أخرى وفتحه كذلك. هل تريفر سنتركه هناك؟ تريفر الكبير في السن ركب معي. مايكل الكبير في السن كذلك ركب معي. أما بالنسبة لتريفر تريفر أنا هنا. ممكن أن تريفر سيبقى هناك يا أصدقاء لكي يقوم بمراقبة المنطقة. لن أخاف على تريفر إذا احتاج شيء ما في إمنا سيتصل بيرون. وارون يا رفاق سيأتي عبدا سيقوم بأخذه بالهليكوبتر. المشكل الكبير هو أن الكلاب لقد عرفونا وهم الآن يلحقون بنا. من أخبرنا بالفعل تريفر لهذا السبب بقي تريفر هناك لكي يشتغل كأنه سكاوتين. وإذا ركزتم جيدا عدد الهليكوبترز هائل ما يقارب 4 هليكوبترز وهم مدججون بالأسلحة كما تشاهدون. رجال الشرطة كذلك ذلك الكلب المغفل ممكن أنه متواطئ معهم لهذا السبب سأقتله بتلك الطريقة وسأهرب. لا يجب على مايكل المستقبلي وتريفر المستقبلي أن يموتوا. مغفلون واو 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 ولا بازرد ولا بازرد الخصون بهم لونهم مختلف. عندهم هليكوبتر الزرقاء وهم كذلك يرتدون ذلك الزي الأزرق. ممكن أن الزي الأزرق هو الزي الرسمي الخاص بهم. صراحة تمنيت لو معنا فرانكي هنا لكي يقوم بمساعدة في هذه المهمة ولكي يقوم بالسياقة. أوه كلب هذا كذلك متواطئ معهم سأقتله. جيد دمرتك. أي شخص تواطئ معه أوه ها هما إلا المشكلة هو أن لدي سلاح واحد فقط. مغفلون هذه الألوان ذكرتني صراحة بالمغفلون الذين اشتغلنا معهم. كيف لوم هو مشكل فعلت حاجة ما كان علي صراحة أخبركم. كيف لوم ممكن أن هؤلاء مع الكيف لوم 100% مع الكيف لوم يا رفاقي. هل في هذه المهمة سنقوم بقاتل زعيم الكيف لومز؟ لأن ذلك الشخص في الأخير يا إما أنه سيقوم بخداعكم أو أنكم ستربحون أموالا طائلة معه. نشرت معكم تلك السلسلة لمن لم يشاهدها لقد فاتها الكثير. ماذا تفعلون؟ هذا الشخص يريد العراك ضدي شاهدوه. هل يريد العراك لأنه يقوم بإزعاجه؟ وصلنا للمنطقة أين هو الموف. أتوقع بأن علي تدمير هؤلاء الكلاب الفقراء. نعم علينا تدمير الفقراء يا رفاقي كما تشاهدون. هم الشباب لقد نزلوا بوم اسقط للأرض تم تدميره. ليتس جو. من أين خرجت أنت يا الموف؟ لا أحب صراحة قتل هؤلاء الشباب الفقراء لكن من الضروري قتلهم لأنهم بدأوا في الهجوم علينا إذا ركزتم جيدا. هاي بالخلف منك بالخلف منك
جاي انهيتها مايكل المستقبلي مع تريفر المستقبلي، هناك هيلت كذلك. اوه الكلاب، نعم نعم نعم، عين تدمير الكلاب. لماذا؟ لان مايكل في المستقبل هاته الكلاب قامت بالهجوم عليه ودمرته. لهذا السبب يا اصدقاء يريد منا ان نقتل جميع هاته الكلاب. هيا موت موت موت، جيد دمرته. لا انصحكم بان تقوم بقتل هاته الحيوانات، لكن اذا كان مثلا هناك حيوان مسعور فقم بقتله ودمره. هاواريو جيد، وها هو تريفر لقد جاء. جاء تريفر من الماضي كذلك. هلا انتهينا الان، هناك هيليكوبتر جاءت مباشرة بعدما عدنا للسيارة. لقد ظهروا، ظهروا مرة أخرى. هؤلاء لديهم علاقة بأولئك الكلاب وقاموا يا رفاقي بتربية تلك الكلاب ونشروها في الشوارع. وتلك الكلاب كلنا يعرفها بأنها من نوعية الروتويلر، كلاب خطيرة جدا ستمزقكم إرابا إرابا إذا أمسكت بكم. طلبوا منا الآن الذهاب واستعمال شيء ما. انتظر انتظر، مشكل مشكل مشكل، لا أمر غير معك. واو 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 واو، اين هو الماء؟ وما الذي حدث؟ بدات كاتسين وشاهدوا اين وصلنا. يا لسنا متاكدين شيء الذي حدث، كان تم فعل تيليبورتيشن لنا. الماء اختفى يا رفاقي الاوفياء وظهرنا هنا في هذا المكان. ليستر صنع شيء خطير جدا، يعني بعد القفز في تلك الضفه والنزول الشيء الذي سيحدث هو أنكم ستتنقلون أوتوماتيكيا لمنطقة سرية وهي هاتين. هناك يا أصدقاء سلاح سنايبر فوق من السطح. انتظر هناك شيء، نعم ها واو، ليس فوق من السطح بل هنا في الخلف. الآن سنصعد السطح وبعدها سأقوم بتدميرهم يا أصدقاء. السلاح موجود لدي، من ضروري إنزال جميع الهليكوبترز التي تقوم باللحاق بنا وتدميرهم. مع الشباب كذلك لقد جاءوا. هناك طائرة، هل هذه الطائرة سينزل منها شخص؟ علينا قتله. كيل ذا بايلوت ان ذا، لا لا احب قتل النساء يا صديقي. جاء اصابته اصابته اصابته، هي از هيت، لكن اين هي الويمن؟ واو 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 واو، جيت ان ذا بلان. انتظر كيف ساستطيع الوصول للبلان يا صديقي وهناك اعداء الان قريبون مني، هم في الاسفل. هيا سننزل وسنحضر. عيد الكلاب كثير. ها واو واو، هاريس ماتش، هاو ماتش، ليتس جو بويز بويز، قد افارير ماتش. هيا بويز هيا، فقط الحقوا بي، بالخلف مني بالخلف مني ولا تقلق. هناك كلب هنا. واو اصابته دمرته. هيا فقط الحقوا بي، اي ويل نوت دو ات. احضر 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 في ذلك الباب، ممكن هناك شخص هنا بالخلف من هذا الباب، يمكن فتح ذلك الباب. هيا الحقوا بي، فقط الحقوا بي. هناك درع ماتش، سنقوم باخذ هذا الدرع. يس اتس جود افارير. لا لا لا، مهما خطيرات المشكل هو ان تلك الطائره لقد قمت بتفجيرها. لا اعرف هل علي تفجيرها ام ان علينا الذهاب لها وصياغتها. وبطبيعه الحال يا اصدقاء ما كان علي تفجير تلك الطائره، الشيء الذي فعلته هو انني قمت باستنساخها. نسخت تلك الطائره، اتمنى ان تشتغل صراحه وان نستطيع الركوب. الحمد لله ركبنا، لكن لست متاكد سنستطيع الاستمرار في هذه المهمه ام لا. الشيء الذي سافعله سادخل الى هنا وساقوم بفعل ريبير فولي ريبير. ومع الأسف يا رفاق لم يحدث أي شيء، يعني من ضروري إعادة المهمة منذ البداية. واو عليها قطع الكثير من اللقطات. لا ممتاز قتلته، لا تسدد يا أيها المغفل. انتظر ستقوم بتفجيرها. سنقوم الآن بإنزال الباسنجر، أين هو ذلك الباسنجر؟ من ضروري إنزاله لأن قمنا بقتل البايلوت، لكن هناك باسنجر. الباسنجر لم ينزل، نزل فقط البايلوت، قالوا لي تيك أوف. حسنا ركب جميع الشباب. اوه واو واو، علامة حمراء. المغفل الذي، نعم نعم تذكرتهم الان. Do you have I want one two؟ نعم لدي سلاح، لكن الانجن، هرأيتم الانجن بسبب تريفر المغفل. علي تعديلها الان باستعمال الموضات. تريفر المغفل ما كان عليك تزيد عليها بتلك الطريقة. الان بدأت الكاتسين. الباسنجر، هاي لقد رأيتها فتاة، هي جالسة هناك في الخلف. We need money. الآن ما سنفعله هو أننا سنتجه للديزرت لاند سنيورا ديزرت، لأن هناك أموال. فسألها تريفر كيف أن هناك أموال في الديزرت، لأن تريفر الخاص بالمستقبل هنا لديها أغلب مشاريعه في المدينة وليس في القرية. فقال لا فقط اذهب إلى هناك وسأظهر لك الأمر. لاند ديزرت يا أصدقاء بطريقة احترافية. أين هي تلك الآلة؟ أتسأل هل لديها علاقة بذلك الجنرال؟ ذلك الجنرال خطير. مشكل لقد قاموا بسرقتها. أين هي الآلة يا صديقي مايكل؟ لا لا، الكارثة لقد وقعت. الآن من الضروري استعمال تيليبورتيشن، وبالفعل ها نحن استعملناه. لا لا لا، واو 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 واو،
استعملنا استراتيجية تيليبورتيشن وشاهدوا أين نزلنا. نزلنا في الوادي. أوكي 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 يا شباب. الكارثة وقعت هنا. هنا هنا علي النجاة بحياتي الآن. علي النجاة بحياتي بسرعة بسرعة بسرعة. نجوت بحياتي. كيف حالكم أنتم؟ الآن علينا قتل الفيشرمانز. الشباب الذين يقومون بالصيد. أولئك الفيشرمانز إذا قمنا بقتلهم فإننا سنستطيع أخيرا الحصول على الأموال. ذلك الحيوان فإنه يا أصدقائي يشرب الماء بالقرب منهم ولم يخافوا منه. لازال هناك واحد. لازال هنا لا تقلق. واو 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 واو. رأيتو. تريفر من المستقبل دمره. مات. نعم لقد مات. أوكي. هيا لكي نقوم بأخذ الأموال. شيء شبه شيء. ذهبوا يا أصدقاء. أسرعوا الأموال. هنا هي الأموال أصلا. لم أستطع. وهناك شيء ما. رأيتم. الأموال قليلة. عدد قليل من الأموال هذا. قد خدعتموني. كأن شخصيتنا من المستقبل جاءت لكي تقوم بخداعنا فقط. وهناك مزيد من الفيشرمانز كذلك. في تلك الضفة الأخرى من الضروري قتلهم. المشكلة هو أن لديهم دولار واحد فقط. هنا هو الفيشرمان. زال هناك شخص على قيد الحياة. ها هو. واو واو واو. هل رأيته؟ أرسله للسماء وسددت عليه. أنا في السماء دمرته. مرة أخرى دولار واحد فقط. يا إما أنهم جاءوا من المستقبل وهم يكذبون علينا. انتظر انتظر انتظر. إلى مات. هناك كلب آخر. مات. ها هو مات. زال هناك كلب آخر. لا أستطيع رؤيته. آه واو رأيته الآن مات. سنقوم بأخذ الآن دولار آخر. هنا هو ذلك الدولار. هاو تريفر مازحهم وأخبرهم إذا استطعنا قتل مليون فيشرمان فإننا سنكون قد جمعنا مليون دولار. لأن كل فيشرمان لديه المسكين دولار واحد. هناك شيء ما في هذه الضفة. انتظروا إن شاء الله. قد اقتربنا من الميليتاري بيز أصلا. ميليتاري بيز فإن فيها الأموال. شاهدوا. واو دبابة. شاهدوا يا أصدقاء الدبابات التي أخذناها معنا. لا لا أمر خطير هذا. بالفعل مازحونا في الحقيقة. لكن يا رفاقي شاهدوا. شاهدوا هذا الشيء الذي نحن الآن نقوم بسير. واو واو سريع. شباب في المستقبل ذهبوا تلك الضفة ونحن سنلحق بهم الآن. كيل أول ذا إنيميز. أين هم الإنيميز أصلا؟ نعم هناك علامة في تلك الضفة. سأترككم يا أيها الشباب ونلتقي لاحقا. هناك هيليكا. العسكر سيقومون بإنزال الهليكوبتر. ما سأفعله هو أنني سأنزل وسأذهب عندها لكي أدمرها مباشرة. هناك كذلك هليكوبتر خاصة برجال. هناك أسلحة مفتشكة هنا. جميل. الآن سنستطيع إيجاد الأسلحة. بالنسبة للمياه لقد اختفت. هو الكلب مات. كما قلت لكم المياه هنا اختفت. هناك أسلحة. لا مع الأسف صندوق فارغ. وهنا هل هناك أسلحة؟ لا الصندوق فارغ. هناك كلب. انتظروا سأحاول قنصه. ممتاز لقد قمنا بتدميره. عضو العصابة أنهينا. الآن هي اللي كنذهب عند الشخص في الضفة الأخرى. هيا دمروه. ممتاز أنهيناهم. Let's take the missiles. الآن سنذهب لكي نقوم بأخذ الميسايلز. نعم الآن ظهرت الميسايلز. وهنا سنتج في البداية لن يكون هناك أي شيء يا أصدقاء. لكن عندما تقومون بتدمير جميع الأعداء ستظهر لكم الميسايلز كما تشاهدون. هدفنا الآن هو أخذ تلك الهليكوبتر. كيف سنستطيع أخذها؟ إذا قمت بالتزيد عليها الآن وإنزالها لن أستطيع. لحقت به يا رفاق. وها هو بدأ في النزول بالقرب من ذلك المنزل. ها هي فرصة مع تريفر. انزل. سلاح سنايبر. ممتاز. الآن بعدما نزل سنقوم بتدميره بهذه الطريقة. وايا الهليكوبتر ملك لنا يا رفيقي. أتساءل هل علي الذهاب عند الشباب الآن أم الدخول مباشرة للتكنة العسكرية؟ ها هو صديقنا تريفر من المستقبل جاي. صديق تريفر من المستقبل هيا تعال. ها نحن اقتربنا منهم لكي نتحدث معهم. أوكي نزل مايكل من المستقبل. ها ولقد نزل. تيك أوف. أوكي. واو 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 واو. تريفر من المستقبل خان مايكل في المستقبل وقتله. لا تقلقوا لن يموت. لماذا؟ لأن هذه المهام شركة روكستار جيمز برمجتها مثلا. إذا كانت تلك الشخصية لن تموت فإن الشيء الذي سيحدث ببساطة هو أنهم سيعطونها الحياة الدائمة. قد ذهبنا كيلومترات معدودة وصلنا عند هذا. هي جايز ماي رادار سيجنال موفين ميسايلز. رأينا الآن الميسايلز التي يتم فعل الموفيلا. أوكي أوكي دونت وري. يس أي ويل جو. واو 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 علي يتعديلها. توقعت بأننا سنخترق الميليتاري بيز لكن هذا لن يحدث. بل يجب علينا الذهاب الآن. لدينا 4 تارجت تفجير تلك التارجت. ممتاز. هيا اصعد اصعد اصعد. دمرته يا صقع فجرته. ممتاز دمرته. لا بسرعة كبيرة سأنهي. بعدما حصلنا الآن على تلك الهليكوبتر الجميع سيتم تدميرهم. أنهيته. وشخص آخر جاي. لأن القوى لا تتساوى. أنا لدي هليكوبتر خطير وهم لديهم فقط فانز.
بقيت الفان الأخيرة الآن وقريبة من المكان. الكانون كذلك فإنه جيد. 16 فعل الإيمين. ها دمرجو. فعلناها ووصلنا للمطار. ننتظر الآن مايكل وتريفر حتى يصلوا. سبقتهم. بالنسبة لتريفر فإنه جاي اقترب من الوصول عندنا. لكن مايكل لقد حدث له جليتش لأنه نزل لكي يركب معنا في الهليكوبتر. وبعد الشيء الذي حدث تريفر ها نعم نعم هو جاي في هذا. بعد الشيء الذي حدث هو أن تريفر ضربه وتركه هناك. أتسأل هل سنستطيع تتمة المهمة أم أن علي الانتقال وإحضار مايكل معنا مرة أخرى هنا. ما حدث يا أصدقاء هو أني عندما جيت لمايكل بدأت الكاتسين. تريفر he was behind me. تريفر يا صديقي لقد ذهب تركناه وصل ممتاز. الآن ركب مايكل وهنا أسنج بأن مايكل سيركب معنا وسنقوم بتدمير الأعداء ومايكل معنا. أمر جيد على الأقل ضمننا بأن مايكل لن يموت. الآن هي لكي نعود عند تريفر. هو تريفر جاي احضروا لكي لا يضربكم تريفر لأن تريفر لا يعرف طريقة السياقة. شيدو 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 عرفتوها عرفتوها. وأخيرا نزل تريفر والحمد لله. بهذا سنقول مبروك علينا لقد فعلنا المهام بنجاح قمنا بتدمير أولئك الأعداء. هل ستعودون الآن لمستقبلكم؟ نعم بالفعل لقد ذهبوا يا أصدقائي. تريفر في الحاضر فإنه سيركب في تلك وسيقوم بتخبئتها. الهليكوبتر موجودة لدينا. حصلنا كذلك على طائرة. بالنسبة لمايكل والشباب لقد ذهبوا. نعم سيارة مايا سيسافرون الآن وسيعودون للمستقبل. نلتقي لاحقا. شكرا على مساعدتكم. قمنا كذلك بقتل السجين. دمرنا الهيبيز الذين سيكسرون تلك الشقة وسيتعرفون على جيمي. وبعدها جيمي الشيء الذي سيفعله ببساطة هو أن سيتبعهم يا أصدقاء وسيضيع تريفر. ها ولقد ركن تلك هناك لكي يقوم بتخبئتها. وأنا نعم أنا علي الذهاب هنا للفييكل وأخذ تلك السيارة. ها هي السيارة يا أصدقاء. سنقوم بأخذها كذلك لمطار تريفر ونقوم بتخبئتها هناك. تريفر ركن تلك. راقبوا أين أدخلها تريفر المغفل. ها أنا ذا قمت بركنها بنجاح. أتسأل هل الشباب مثلا سيذهبون سيطيرون وسيختفون أم ماذا؟ راقبوا الشباب راقبوا الشباب. نعم لا لا لم يطيروا بعد لازم لم يطيروا. سنحاول التحدث معهم الآن. تريفر مايكل هل ستذهبوا الآن؟ سنشتاق لكم. فقلنا لهم بأن يقولوا مهلو لصديقنا فرانكلين وها هم سيذهبوا الآن. راقبوا اللقطة خطيرة في أي لحظة سيطيرون. لازم لم يطيروا بعد. تغيرت يا رفاق الكاتسين. المهم كانت هذه هي النهاية. الآن ما علينا فعله فقط أخذ تلك الطائرة والهروب. واو 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 لقد جاء رجال شرطة. مشكل 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 فعلت غلط لأنني أردت الإقلاع فإذا بتلك الكاتسين عفوا تبدأ. لله هناك حجرة كبيرة هنا رأيتم جرف. ها هما 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 رجال شرطة. مشكل 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 تلك الحجرة هي التي أعاقتني. الآن سأدور سأدور. رقبوا الحجرة. ممتاز مررت. لن أتم نهاية تلك. لو لم تبدأ الكاتسين حتى طيرت في السماء كنا سنهرب. لكننا سنهرب من رجال الشرطة شاءوا أم أبوا. وبهذا سنقول مبروك علينا فعلنا هذه المهمة. أتمنى ألا يدخلوا الهانغار وأتمنى ألا يروا يا رفاقي الأسلحة الفتاكة التي قمنا بتخبئتها. حتى ذلك العيد كان معكم ياسين. استودعكم الله الذي لا تضيع ولاه. ولا تنسوا لأن السلام وخير ختامنا.